أهلا بكم إلى الموجز الاقتصادي لهذا اليوم. حقق سعر خام البصل الخفيف أرباحا بلغت 2.77 دولار خلال الأسبوع الماضي، مع ارتفاع خامات النفط بعد النقص الذي حصل في الطلب وارتفاع أسعار الغاز، مما جعل أسعار النفط أقل تكلفة. وارتفع خام البصرة في آخر جلسة له قبل إغلاقه الجمعة بمقدار 1.4% دولار، ليصل إلى 83.78 دولارا، وحقق مكاسب أسبوعية بلغت 2.77 دولار، أو ما يعادل نسبته 3.43%. وارتفع خام البصرة الثقيل في آخر جلسة له 91 سنتا، ليصل إلى 78.26 دولارا، ليسجل مكاسب أسبوعية بلغت 5.17 دولارات، أو ما يعادل 7.7%. توقع معهد التمويل الدولي حاجة العراق لسعر 64 دولارا لبرميل النفط خلال العام المقبل لتحقيق التوازن المالي. وقال المعهد إن جميع الدول المنتجة للنفط ستشهد انخفاضا في سعر النفط لتحقيق التعادل أو التوازن المالي لدى موازنات الدول المصدرة للخام وبدون عجز يذكر، مشيرا إلى أن ذلك يعود إلى ارتفاع إنتاج النفط والغاز لدى هذه الدول مقابل محدودية تخفيضات الإنفاق الحكومي. أكدت هيئة المنافذ الحدودية في العراق وجود محاولات تهريب مواد مخالفة لشروط الاستيراد في ميناء أم قصر الشمالي. وقالت الهيئة إنها ضبطت 4 حاويات مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد معدة للتهريب في منفذ الميناء الواقع في محافظة البصرة، مضيفة أنه تم إحباط محاولة تهريب 7 حاويات محملة بدراجات نارية مستعملة في مركز جمرك أم قصر الأوسط. أعلن اتحاد الجمعيات الفلاحية في القادسية أن غالبية كمية التمور المنتجة في المحافظة خلال الموسم الحالي تم تصديرها خارج العراق. وقال الاتحاد إن المحافظة تمكنت من إنتاج أكثر من 50,000 طن من التمور هذا الموسم، مشيرا إلى أن أعداد النخيل فيها شهدت ارتفاعا في أعدادها من 500,000 نخلة إلى قرابة 700,000 نخلة هذا الموسم. وبين الاتحاد أن غالبية إنتاج التمور في القادسية هذا الموسم صدرت إلى دول شرق آسيا. خفضت وكالة التصنيف الائتماني موديز تصنيف تونس من B3 إلى CII1 مع المحافظة على آفاق سلبية. وقالت الوكالة إن تخفيض التصنيف يعكس ضعف الحكومة وزيادة المخاطر فيما يتعلق بقدرتها على اتخاذ تدابير من شأنها ضمان وصول البلاد إلى تمويلات جديدة لتلبية الحاجيات المالية المتفاقمة على مدى السنوات القليلة المقبلة. وشمل التخفيض أيضا البنك المركزي التونسي باعتباره ضامنا لسداد جميع السندات السيادية التي تصدرها الحكومة. قال مراقب عام الشركات في الأردن وائل العرموطي إن البيانات المالية أظهرت تحسنا في النشاط الاقتصادي خلال العام الحالي في ظل بدء حالة التعافي من جائحة كورونا وتداعياتها التي أثرت كثيرا في الأوقات السابقة على جميع المجالات وأدت إلى تراجع نسبة النمو. وأضاف العرموطي أن البيانات الأولية تظهر أن هناك اتجاها إيجابيا للعودة إلى الأرقام الطبيعية في تسجيل الشركات وزيادة واضحة في الاستثمارات المسجلة في الأردن هذا العام وفي العديد من الأنشطة الاقتصادية. وأشار إلى أن عدد الشركات التي شطبت هذا العام بلغ 2008 شركات، فيما زاد عدد الشركات التي تحت التصفية الاختيارية أو الإجبارية إلى أكثر من 960 شركة بنسبة زيادة 9% عن العام 2020 مقارنة بالعام 2019. ختام الموجز الاقتصادي، شكرا لكم وإلى اللقاء.